اللي حبيتيهن بعمرك احسن مني بشو. الفنان مجد مصلي، اهلا وسهلا فيك على شاشه ام تي في وببرنامج سيلبرتي دوات. اهلا وسهلا فيكم بيتكم، وصلنا على بيتنا كمان. كل هذا الام تي في بيت كل فنان، ويمكن هالليلة بالنسبة لي ليلة كتير كبيرة وخطوة نقلة نوعية. أنا هذا المسرح بشرفني واقف عليه، بما أنه واقف عليه كبار النجوم، هذا الأول مرة بكون موجود. يمكن هذا سيزن 3 I think، شغلة كتير كبيرة وشغلة كتير حلوة، إحساس كتير حلو، حكون مسؤولية كمان، لأنه لايف أصعب شيء بالدنيا. واحد يطلع لايف بدك أكون دارس كل شيء، خطواتك وكلامك وأفكارك وأعمالك. فكرمال هيك ليلة كتير مبسوط وليلة كتير كبيرة. ماجد، أنت من الأسماء اليوم اللي معروفين على الساحة الفنية واللي الجمهور بيحبهم وبينطر أغنيتهم دايما، هل برأيك الفنان بيوصل لمرحلة بحياته بيكتفي فنيا أو ما في اكتفاء فني؟ لك مصلحتنا يمكن ما قلها لمت وما قلها حدود، يعني خلص بدك عطول بيطلب منك تجدد، عطول بيطلب منك توصل لأبعد حدود من الفن طبعا. فكرمال هيك يمكن ما بنكتفي، اكيد قد ما فيك تعمل قد ما فيك تقدم، بدك تقدم لتبرز حالك لتقدر تكون من المنافسين الموجودين. يعني يمكن بتنافس، ما بتنافس شخص معين، بس من الاسامي اللي لما تنذكر تنطرح والعالم بتعلم عليها بتقول لك اوكي يمكن نعرفها بحب اعمالها وكذا. فمجبور منك على طول جديد، وبينطلب من كل فنان دائما يقدم يمكن مش عمل او عملين قد ما في، يعني ان شاء الله يكون البوم او خمس اعمال بالسنه ليضل موجود على الساحه. بس سؤال أخير ماجد، شو ناطرنا بسنة 2019؟ 2019 لكن بلشينا يمكن غير كل السنين، لأنه أنا معودين العالم. أنا يمكن بعمل سينجل كل صيفية أو كل آخر السنة. هالسنة نزلنا له بالصفحة تقريبا من 5 أشهر، قدرت وصلت العالم طريقة سريعة وحلوة حبوها. وهلأ عاملين شيء بشهر 2 مفروض ينزل قبل الفالنتاين، حيكون هاي سيربرايز لكل الجمهور لكل اللي بحبنا. هننزل لأول مرة بكليب وبأوديو مع بعض، يعني هذه أول مرة أنا بعملها. إن شاء الله يا رب عامل شيء جديد، شيء كتير حلو إن شاء الله العالم تحبه. يعني ما بيبقى لنا نقول لك إلا all the luck، وإن شاء الله 2019 بيكون فيه نجاح أكتر من اللي سبقه. Thank you لألك، وإن شاء الله يا رب ينعاد على كل اللبنانية، وإن شاء الله ينعاد على الام تي في وعلى كل الستاف وكل الكرو طبعا الام تي في، وإن شاء الله بتكون سنة خير وسلام ومحبة علينا يا رب. لأي متى رح يبقى قلبك يحرم قلب الهنا، كل ما انشرحتي من غيب انت املك انا، حسك بنتي انا وما في اغلى من الضنا.